وحدة التنسيق العصبي الهرموني محصلة للمراقبة الرجعية أثناء الدورة المبيضية عند المرأة. لهذا لاحظوا معي جيدا هذه الوثيقة التي تعتبر مهمة جدا في فهم هذه الوحدة ككل. قمنا بتدوين الملاحظات هنا، والآن لدينا منحنيين لتغيرات الهرمونات المبيضية الاستراديول والبروجستيرول، وتغيرات الهرمونات النخامية الال اش والاف اس اش أثناء الدورة المبيضية من اليوم الأول إلى اليوم 28. إذا في اليوم الأول الموافق لظهور الحيض يبدأ تطور جريب أولي، جريب ثانوي، ثم إلى جريب دوغراف، وتحدث الإباضة في اليوم 14. ثم تتحول بقايا الجريب إلى جسم ناضج وجسم أصفر ضامر. هذه الجريبات الاستروجينات أو الاستراديول، والجسم الأصفر يفرز البروجستيرول وكمية أقل من الاستراديول. بالنسبة للال اش والاف اس اش فيفرزان من الفص الأمامي للغدة النخامية كما رأينا. إذا لاحظوا جيدا معي هذا المنحنى الذي يعتبر يعني أهم شيء في وحدة التنسيق العصبي الهرموني. اليوم الأول في بداية الدورة، في اليوم الأول من الدورة الموافق لليوم الأول للحيض، تؤثر القيم الدنيا للهرمونات المبيضية الاستراديول والبروجستيرول، تتحسس لها اللواقط على المعقد تحت السريري النخامي، فتستجيب بإفراز الأفساش الذي يساهم، إذا لاحظوا هنا ارتفاع الأفساش الذي يساهم في نمو الجريبات. هذه المراقبة الرجعية تدعى بالمراقبة الرجعية السالبة. انخفاض الهرمونات المبيضية يؤدي إلى ارتفاع الهرمونات النخامية، هنا ارتفاع الأفساش يساهم في تطور الجريب. ثم في المرحلة الجريبية، إذا لاحظوا في البداية لدينا مراقبة رجعية سالبة، انخفاض يؤدي إلى ارتفاع هنا. في المرحلة الجريبية زيادة كمية الاستراديول، إذا زيادة كمية الاستراديول المفرزة من طرف الجريب في حدود اليوم الثامن يعني من الدورة، تتحسس اللواقط التي تستجيب بخفض إفراز هرمون المنشط للجريبات، يعني هنا انخفاض في الأفساش، ارتفاع الاستراديول تحسس له طبعا، ثم يؤدي إلى انخفاض في الأفساش. إنها المراقبة الرجعية السالبة، ارتفاع أدى إلى انخفاض، مراقبة رجعية سالبة. ثم عملية الإباضة، الكمية المرتفعة من الاستراديول في نهاية المرحلة الجريبية التي توافق يعني اليوم 12. إذا قلنا عند، لاحظوا هنا عند ارتفاع الاستراديول بكمية كبيرة يؤدي إلى ارتفاع الال اش، لاحظوا ارتفاع هنا، تتحسس اللواقط فتستجيب بقيمة قصوى للال اش، لاحظ هنا قيمة قصوى للال اش المسؤول عن حدوث عملية إباضة، فتحدث عملية الإباضة. هذه المراقبة الرجعية، ارتفاع إلى قيمة قصوى بالنسبة للاستراديول يؤدي إلى ارتفاع الال اش إلى قيمته القصوى، هذه مراقبة رجعية موجبة. لدينا إلى حد الآن ثلاث مراقبات رجعية، هي الهرمونات المبيضية تراقب تحت السرير البصري، هرمونات تحت السريرية البصري، تراقب الهرمونات المعقد تحت السريري النخامي. ثم نكمل في المرحلة اللوتيئينية، الآن حدثت الإباضة، بقايا الجريب تتحول إلى جسم أصفر، يساهم الآل آش في تحول البقايا الجريب إلى جسم أصفر، فيبدأ إفراز البروجستيرول من طرف الجسم الأصفر، يؤدي الإفراز الزائد للبروجستيرول إلى كبح إنتاج الـ LH والـ FSH، فتنخفض قيمتهما وهي مراقبة رجعية سالبة. أتمنى أن يكون هذا المنحنى واضحا. إذن هذا المنحنى هو يعني أهم شيء في وحدة التنسيق العصبي الهرموني. نلخص كل ما توصلنا إليه من خلال هذه الوحدة. إذن الجي ان ار اش يفرز من طرف عصبونات تحت السرير البصري هنا
شبكة من الشعيرات الدموية يؤثر على الفص الأمامي لإفراز الأفساش والألآش. الأفساش يساهم في تطور الجريبات في المرحلة الجريبية، الألآش يساهم في الإباضة وتحول بقايا الجريب إلى جسم أصفر. الجريبات تفرز الاستراديول الذي يساهم في زيادة بطانة الرحم، والبروجستيرول يساهم كذلك في بقاء بطانة الرحم. هذه الهرمونات لها دور في الدورة المبيضية وظهور صفات جنسية الثانوية. الآن رأينا تأثير الهرمونات المبيضية على تحت السرير البصري، فانخفاض الهرمونات المبيضية في بداية الدورة يؤدي إلى زيادة الأفساش، إنها المراقبة الرجعية السالبة. ثم الأفساش يساهم في تطور الجريبات، الجريبات تفرز الاستراديول، عند ارتفاع الاستراديول فيؤدي هذا إلى انخفاض الأفساش، هاته مراقبة رجعية سالبة. وصول قيمة الاستراديول إلى قيمتها الأعظمية هذا يؤدي إلى ذروة أو ارتفاع للألآش، وهي مراقبة رجعية موجبة. ثم يبدأ ظهور بقايا الجريب تتحول إلى جسم أصفر بتأثير الألآش، يساهم في الإباضة و تحويل جسم بقايا الجريب إلى جسم أصفر الذي يفرز البروجستيرول. ثم عند ارتفاع الهرمونات المبيضية، هنا ارتفاع البروجستيرول يؤدي إلى كبح إفراز الآل آش. وبهذا نكون أنهينا هذه الوحدة. لمن يريد باقي الدروس تجدون الرابط في الوصف أسفل الفيديو، تجدون دروس الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة. كذلك لمن يبحث عن نماذج لفروض واختبارات، فإن قناة دي إن إيه نشرت إلى حد الآن 40 نموذج في الوحدات الثلاثة للفروض والاختبارات، تجدونه كذلك في القناة. وأدعوكم إلى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر إن شاء الله في نشر دروس العلوم الطبيعية للسنة الثانية. نحن بصدد إن شاء الله نشر جميع الدروس. دعمونا بالاشتراك في القناة، اتركوا أسئلتكم في التعليقات. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.